نزوح مستمر، قدر اليمنيين العالقين وسط حرب لم تراوح مكانها، في ظل اتهامات للتحالف بعدم جديته في حسم المعارك المندلعة منذ سنوات. الخميس الماضي أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 80,000 يمني من محافظات الحديدة وتعز خلال الشهور الماضية. وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا إن هؤلاء النازحين تركوا مناطقهم بسبب المعارك الدائرة على طول الساحل الغربي خلال الفترة ما بين ديسمبر 2017 وحتى منتصف مارس من هذا العام. هرب النازحون من الخطوط الأمامية للقتال، لكنهم وفق التقرير الأممي يواجهون صعوبات معقدة، منها فقدان الحصول على الأمان حتى في مناطق النزوح. فقدان الأمان جعل بعض النازحين يقرر مواصلة رحلة النزوح إلى محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، بينما اضطر العاجزون عن التنقل للبقاء وفق التقرير مع أقاربهم أو في مساكن للإيجار أو في مخيمات عفوية. تعيش مناطق النزوح وضعا إنسانيا كارثيا، حيث يفتقد السكان المتضررون من النزوح للاحتياجات الرئيسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والبيئة الصحية والماء والآمن. وبحسب مكتب الأمم المتحدة فإن أكثر من 456,000 من نازحي الحديدة لا يستطيعون الحصول على التعليم والصحة. أكثر من 80,000 نازح في محافظات الحديدة وتعز، في الوقت الذي تؤكد فيه تقديرات أممية وجود قرابة 2,000,000 نازح في عموم اليمن، في ظل سوء التغذية وانتشار الأوبئة وحرب بلا أفق.